تاني خطوة هنعملها مع بعض، وهي ان احنا هنبص على المحتوى بتاع الموقع وهنبدأ بالهوم بيج. ومعظم المواقع بتكون واخدة ستراكشر موحد، وهو ان مقسم الصفحات كلها الى هيدر وفوتر وما بينهم الكونتنت. التقسيمة بتاعت الهيدر والكونتنت والفوتر دي المفروض بتبقى ماشية معايا خلال كل صفحات الموقع الالكتروني اللي انا عليه، بيبقى نفس الهيدر نفس الفوتر والكونتنت معايا بيتغير. وهنا هنوصل لمبدأ مهم من مبادئ بناء الويب سايتس، وهو الاستيكابيليتي. الاستيكابيليتي مش بتبقى في الاستراكشر بس، مش ببقى ان انا لازم احافظ على نفس الهيدر سيكشن في كل الصفحات ولا نفس الفوتر سيكشن في كل الصفحات، ولكن الاستيكابيليتي بمعنى ان انا القاعدة اللي انا بحطها لنفسي جوه العرض بتاع المحتوى ان انا بلتزم بيها. الباتون بيبقى واخد ستايل معين، يبقى انا لازم ببقى طالما هستخدم باتون لفانكشن مشابهة للفانكشن اللي بيعملها الباتون دي، يبقى انا لازم استخدم نفس الستايل. ممكن اغير الالوان بس، ولكن بيبقى بقية الستايل موحد. الهوفر افكت، الكلام ده كله دي قواعد انا بحطها لنفسي، المفروض قاعدة واحدة وبنفذها خلال الموقع كله، عشان انا عين المستخدم دلوقتي لما شافت الباتون بالستايل ده، لما يجي تقع عينيه على اي باتونز تانية المفروض تكون واخدة او محافظة على ستايل شبه الستايل ده او نفس الستايل ده بالظبط. هلاقي هنا باتونز تانية، هتلاقي هنا في فيلت على في الستايل، هلاقي ان الباك جراوند هنا بيحصل هوفر افكت، هنا انا متوقع ان يحصل هوفر افكت، شايفين تقريبا نفس الهوفر افكت مع تغيير الالوان. يبقى هو نفس الباتون استخدمه ولكن مع تغيير الالوان، هلاقي ان الباتون ده هو نفس الستايل بتاع الباتون ده مع تغيير الهوفر افكت، وهنا الهوفر افكت شايفين محافظ على وصلني نفس الستايل او شكل الباتون ده، فهو هنا محافظ او بيحاول يحافظ على الرول دي بقدر الامكان. هلاقي السوشيال ميديا ايكونز واخده نفس الشيب لو كانوا كلهم مدورين او كانوا كلهم مربعين وهكذا. هتلاقي هنا الهوفر افكت بيديني نفس الحاجه. هنا في ترانسبيرنت باك جراوند للوجوز اللي عندي اللي عاملاها ديسبلاي هنا، ما اجيش هنا مثلا احط باك جراوند لونها اسود. لو بصينا على الهيدر سيكشن، فانا متوقع في الهيدر سيكشن ان هو يبقى مديني كلير نافيجيشن. الهيدر سيكشن المفروض جواه المين مينيو بتاعت الويب سايت بتاعتي الكلير نافيجيشن، بمعنى ان انا ما يبقاش عندي تشايلد بيج جواها تشايلد بيج جواها تشايلد بيج، بحيث ان انا اقدر اكسس الريسورسز بسهوله على حسب المحتوى اللي عندي برضه. يعني ممكن يكون لو انا عندي موقع بيعرض انواع الجبنة، فانا عندي كاتيجوريز للجبنة وتحت كل كاتيجوري في مثلا تلات انواع او لكن انا لو لقيت مثلا عندي كاتيجوريز وتحت كل كاتيجوري في كاتيجوريز تانية، وتحت كل كاتيجوري من الكاتيجوريز التانية دي في كاتيجوريز تالتة، لا ده مش كلير نافيجيشن. يبقى هو ده المقصود بيه في الكلير نافيجيشن. عشان كده احنا بنقول ان السايت ماب مهم جدا، خطوه مهمه جدا لما باجي ابني الموقع بتاعي، ان انا بعمل سايت ماب في الاول وبشوف هل الريسورسز اللي موجوده جوه الموقع دي او هل الكونتنت اسف اللي موجود جوه الموقع ده هيبقى سهل للمستخدم ان هو يوصل له ولا لا، ولا هو هيبقى بيج جوه بيج جوه بيج جوه بيج، يبقى كانه بيخش جوه يعني بيت جحا كده. هو ده المقصود بالكلير نافيجيشن، واحنا لسه جوه الهيدر سيكشن. طيب احنا لسه في الهيدر سيكشن، بالنسبه للاستراكشر بتاع الهيدر سيكشن لازم احافظ على المكان بتاع المين مينيو يبقى ثابت في كل الهيدر سيكشن اكروس البيجز كلها بتاعت الويب سايت. المكان بتاع اللوجو بتاعت البيزنس او الشركه دي او الويب سايت ده لازم يكون ثابت، واللوجو طبعا المفروض بتوديني للهوم بيج. لو في ريجستريشن بحافظ على المكان بتاع الريجستريشن ده مع السب مينيو بتاعته، بحيث ان اخليها سهلة الوصول للمستخدم لو هو عايز يغير اي من البيانات بتاعته. هتلاقي الفوتر سيكشن المفروض يحافظ على نفس الشكل بتاعه، ممكن يكون في الفوتر سيكشن منيو مختلفة عن الموجودة في المين منيو. الاستيكابيليتي برضه بتقول لك ان الكالر ثيم اللي انت هتستخدمها جوه الموقع بتاعك لازم تحافظ عليها خلال كل الصفحات،
الكالر ثيم، بمعنى ان انا بستخدم تقريبا في الموقع ما بين لونين الى 4 الوان، فلازم احافظ على الالوان دي خلال كل الصفحات وفي عرض كل المحتويات. طبعا ما بتكلمش على الصور، انا بتكلم على الاليمنتس اللي زي دي. لازم لو انا ليا كالر ثيم معين مستخدم الازرق والابيض، يبقى انا محافظ على الازرق والابيض بدرجاتهم. ممكن هو شايف هو مستخدم الدرجات بتاعت الازرق جوه الموقع بتاعه، بحيث ان هو واخد الازرق ده من اللون بتاع اللوجو، وهتلاقي واخد اللون التاني بتاعه من اللوجو برضه زي اللون اللي في الباتون ده. فاعتقد ان الكالر ثيم اللي هو مستخدمها او اللي هو متبعها هنا هي الازرق واللون اللي هو مش عارف والله، ولا هو احمر ولا نبيتي، يعني هو لون مميز جدا اكيد. الناس المهتمة بالالوان هتبقى عارفة اسمه، بيربل تقريبا. تاني مثال غير الكالر ثيم ممكن اضربه على الاستيكابيليتي، وهو الفونت فاميلي اللي انا مستخدمه جوه الويب سايت بتاعي. فانا ممكن استخدم فونت فاميلي واحد، وبس استخدم الستايلز بتاعته بقى اللي هي البولد والايتاليك والاندرلاين والكلام ده خلال عرض المحتوى او خلال عرض التكست جوه الصفحات كلها. يبقى هو ده تقريبا الاستيكابيليتي او المقصود بالاستيكابيليتي. تاني حاجة بقى بعد كده الريدابيليتي. الريدابيليتي ممكن ترجعنا تاني للكالر ثيم، بحيث ان انا لما باجي احط تكست زي ده كده مكتوب بلون الاسود، فانا مقدرش احطه على خلفية لونها بني. لا، لازم طالما تكست او الفونت واخد كالر اسود يبقى لازم يبقى على خلفية فاتحة عشان يبقى ريدابل، يبقى مقروء بالنسبة للمستخدم. ده بالنسبة للالوان. الريدابيليتي برضه بتقولك بالنسبة للفونت سايز، الفونت سايز المفروض يبقى كبير كفاية عشان يقدر عين المستخدم تقراه بوضوح. تالت حاجة بتتكلم على الريدابيليتي برضه بخصوص التكست، ان هو ما يكونش التكست كتير قوي، بحيث ان المستخدم او الفيزيتور مش داخل عايز يقعد يقرا مقالات جوه الهوم بيج، لا هو عايز ياخد بس الرسالة بتاعتك بشكل مختصر، يعني تكون رايحة للهدف والنقطة اللي انت عايز توصلها له على طول، المعلومة اللي انت عايز تديها له اديها له بأقصر كلام ممكن. يعني لو تقدر تبدل الكلام بصورة بيبقى احسن. فهنا الـ readability بتتكلم على 3 حاجات. الـ readability عايزة تحط تستخدم الالوان بتاعة التكست على خلفيات سهلة القراءة، تستخدم تكست قصير ما تستخدمش تكست طويل، تستخدم فونت سايز يكون مناسب للقراءة. اليوزر فريندلي بقى ان انت ما تخليش الموقع المهمات اللي هو عايز المستخدم يتممها يكون معقد. يعني لو في فورم انا عايز املاها بسهل على المستخدم القصة دي. يعني تعال نشوف البروفايل مثلا، هنا بيقول لي ايه، هنا في البروفايل مثلا بيقول لي ده الفول نيم بتاعك محمد سعد علي. شايفين الايكون اللي هو مستخدمها هنا؟ يعني حتى من غير ما انا اخد بالي ان ممكن ان انا بعمل ايديت من هنا، او لما اشوف القلم ده هعرف على طول ان انا لو دوست هنا هعمل ايديت على طول. اد لوكيشن مثلا، شايفين هو مستخدم ميكس بتوين الايكون وما بتوين الديسكريبتيف تكست للمهمة اللي بتنفذها من خلال الباتون ده. فهنا هو مسهل عليك القصة تماما. شايفين السوشيال لينكس مثلا، تبدأ تاد تويتر، اد هنا كان ممكن طبعا احسن لو كان حاطط الايكون بتاع تويتر وفيسبوك ولينكد ان، بحيث ان انا مش عايز المستخدم يقرا، انا عايز المستخدم يشوف الصورة احسن ما يقرا تكست. يعني لو في اي تكست اقدر ابدله بلوجو او اقدر ابدله بايكون او اقدر ابدله بحاجة زي كده، بيكون ده انهانسمنت كويس وبيدي تجربة للمستخدم احسن. فده من وجهة نظر سهولة الاستخدام بتاعت الموقع. وهنا هنلاقي عشان انا جوه الداشبورد فابتدى هو يغير لي الهيدر سيكشن، ولكن لو تاخد بالك هو محافظ على الفوتر سيكشن، بحيث ان دي زي ما تكون سبيشيال آية كده للمستخدم بيفتح داشبورد خاص بيه، بيبدأ هو دلوقتي مش على الويب سايت بتاع ايدكس، لا ده هو على الصفحة بتاعته. فعشان ده وجهة نظر هي مختلفة عن الهيدر سيكشن، ولكن هو برضه محافظ على الفوتر سيكشن، بحيث ان انت في الهيدر سيكشن حتى ممكن توصل الهوم بيج من هنا، ممكن تلاقي نفس الفوتر اللي انت كنت عليه جوه الهوم بيج. فانت لسه جوه ايدكس،
ولكن في الآية بتاعتك أو على الداشبورد بتاعتك. عشان كده بنقول إن القواعد اللي احنا بنحطها دي بتبقى لمعظم الصفحات، ولكن في حاجات بيبقى ليها قواعد خاصة بيها ممكن أطبقها عشان أدي المستخدم برضه experience أحسن.